إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على فوز السيدات التاريخي بالنسبه لكره القدم، نحكيه على منتخبنا الوطني للسيدات، نحكيه زاده على التالق بالنسبه للتوانسه في وهران، نحكيه على البيلون تاعنا حتى التوا شنو هي احواله، زاده كيف فوز جديد في الباسكت في طريقنا ان شاء الله للمونديال. لكن قبل هذا الكل منجم نحكيه كان على الفرحه الكبيره، نحكيه على انس تونس وزيره السعاده كما يسميها توانسه الكل، اليوم موجوده في ربع نهائي ويمبلدون الدوره الكبيره في انجلترا. البارح كانت مقابله كبيره برشا في الثمن النهائي قدام البلجيكيه مارتينس رقم 31 على مين اللي تعب تونس بصراحه في ماتش كبير، عدت تونس البارح 6-7 ولا 7-6 بما انه النتيجه لأونس جابر في السيت الاول بعد 6-4 في السيت الثاني. كانت مقابله كبيره ومتعبه، حتى بعد الماتش تونس في التصريح نتاعها قالت انها كانت قدام منافسه قويه وكانت مقابله صعيبه بالنسبه لها، قالت الحمد لله ما تعديناش للسيت الثالث بعد الدوسات اللي ربحتهم هي وانتوكا. كان فما حتى بعض المخاوف بالنسبة لتوينسا كي شافوا المقابلة في الشوط الثاني ولا في الست الثاني في المجموعة الثانية 6-4 الحمد لله ربحت الجو متاحة ونحات الجو متاع البلجيكية خلتها منتصرة في النهاية. ونس جابر كالعادة متألقة كالعادة تشرفنا، موجودة في الدور ربع نهائي كما قلنا نهار ثلاثة ان شاء الله تلعب ضد التشيكية ماريا بوسكوفا رقم 66 عالمي. ان شاء الله خطوة اخرى في طريق أونس نحو الفينال نحو النهائي في ويمبلدون الدورة الكبيرة، زي دور ربع نهائي جاي إن شاء الله نهار ثلاثة على شلين نحكي ولا نصف نهائي ونهائي بعد المقابلة هذية. البارح زاد كان السيدات في المغرب، البارح زاد فوز تاريخ تونس، هذه مشاركتنا الثانية في التاريخ. في 2008 خرجنا من الدور الأول عنا زوز هزائم وتعادل، البارح بدينا الدورة بانتصار كبير أمام التوغو 4-1. مريم حويج في 17 ثانية افتتحت النتيجة، وفي دقيقة 71 هو الهدف الثاني في رصيدها. لكن فما زوز بونتوات أخرين للمنتخب ماركاتهم صابرين اللوزي في الدقائق 12 و60، دونك 4-1 لتونس قدام التوغو. مريم حويج هي أحسن لاعبة تم اختيارها في المقابلة، ماركات أحسن هدف في الجولة الأولى، ممكن نحكيه هنا على أسرع هدف في تاريخ كان في 17 ثانية فقط في المجموعة الثانية. احنا نتصدر عن 3 نقاط، الكاميرون وزامبيا بعدنا بنقطة وحيدة لكل منتخب بعد ما تعادوا زوج منتخبات هذوما البارح، والمركز الأخير للتوغو 0 من النقاط. نحكيه على مشاركة منتخبنا الوطني للسيدات في كان المغرب 2023 هو 2022 ديما نسبق بعام ما نفهمش ني المشكله. لكن البارح كان انتصار تاريخي، قلنا المنتخب السيدات خلينا نقعدوا نحكيوا على الفوت ونحكيوا على النجم الرياضي الساحلي. والكتابه العامه للإتوال البارح اصدرت بلاغ تقول انها بالتنسيق مع الهيئه التسيريه وبالتشاور مع الرؤساء السابقين باش تنشي او تنشئ حساب خاص بفض النزاعات يتم فيه جمع التبرعات والاموال المرصوده حصريا للقضايا سواء اللي تم البت فيها او اللي ما زالت في طور التقاضي. هذا دونك البلاغ نتاع النجم الرياضي الساحلي والكتابه العامه للنجم الرياضي الساحلي اللي ان شاء الله ليمات الجاي حساب جاري لكل الاحباء النجم يشاركوا فيه وكل رجال الاعمال والرؤساء السابقين المسؤولين السابقين في النجم الرياضي الساحلي من اجل ايجاد حل للازمه الماديه اللي تعدى بها الفريق. نقعدوا في الفوت ونحكيوا على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، نعرفوا هذه قرارات تهم منتخبنا الوطني التونسي بدرجه اولى. اذا نحكيوا على الكان الجاي، كان الكوديفوار اللي كانت تلعب نورمالمون في الصيف الجاي في جويلي 2023 تم تاجيلها الى جانفي 2024، يعني زادوها 6 شهور تقريبا. والسبب هو الامطار، الامطار الموسميه اللي تعدى بها الكوديفوار، ممكن عرش على شفاقه مخر بها، لكن الامطار في الفتره هذيك تخلي وتنجم تعرقل المجريات والمقابلات الكان، ذاك علاش تم تأجيلها إلى جانفي 2024. وبرا عاد نشوفوا الأندية الأوروبية اليوم شنو موقفها من تأجيل هذين الملاعبين الموجودين في أوروبا مع فرقهم فيش يكونوا موجودين في الكان اللي جاي جانفي 2024 في الكوديفوار. زاد كيف مقابلة الدور النهائي بالنسبة للمسابقات الإفريقية للأندية، نعرفوا تتلعب على مقابلة واحدة في العامين الأخرانيين، المرة هذه تم التراجع على القرار هذا والعودة إلى نظام ذهاب
الذهبيه، يعني كل فينال بالنسبه للمسابقات الافريقيه كاف والى تشامبيونز ليج حتى التوا بيتلعبوا الي وروتور كما كانت العاده، وحكايه هذه استاد واحد بعد ما تم ممكن اذا نحكيوا على تشامبيونز ليج اقرار لزوج مقابلات هذوما لي دو فينال اللي تعديوا، نحكيوا على فينال 2020 و2021، دونك هذوما كل زوز تلعبوا في بلاصه واحده هي المغرب، هذاك علاش اليوم بعد ما ربحت الواك نرجعوا نلعبوا الي وروتور. بالنسبه للمسابقه الجديده للانديه في افريقيا للسوبر ليج وقتاش باش تبدا انطلاقا من موسم 2023-2024 حسب المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم، دونك 2023-2024 باش تنزاد لنا مسابقه جديده على المستوى الافريقي هي السوبر ليج، دونك فيها برشا تفاصيل نستناو انه تعطينا الكاف كل التفاصيل في المناسبات القادمه، لانه فما برشا فلوس 10 مليون اورو ولا 10 مليون دولار للفائز بالكاس هذايا مع برشا امتيازات اخرى وبرشا تفاصيل اخرى يتم الاعلان عليهم في مناسبات قادمه. نقعدوا على المستوى القاري لكن المره هذه في الباسكت، تصفيات كاس العالم منطقه افريقيا البارح منتخبنا ربح قدام رواندا في كيغالي 76-66، هنا بعد ثلاثه مراحل احنا في المركز الثاني في المجموعه الثانيه، المرحله اللي جايه بتكون في تونس يوم 26-27-28 اوت، نلعبوا ضد مصر السنغال والكونغو الديمقراطيه بعدها في فيفري 2023 مرحله اخيره مع نفس المنتخبات الثلاثه هذوما، فما اربع مجموعات خلينا نزيد نفسر شويه كل واحد وقداش لم من نقاط في الاخر، ثلاثه منتخبات الاولى هي اللي تترشح، دونك منتخبنا لازم يحاول يربح اكبر عدد من النقاط، دونك لازم يحاول ما يخسر حتى طرح في المقابلات السته اللي مازالوا له لضمان اوفر الحظوظ في التواجد في المونديال القادم. بالنسبه للالعاب المتوسطيه، العاب البحر الابيض المتوسط في وهران قاعده تلعب حاليا، اليوم عندنا بيلون نتاع البارح لكن زاد عندنا مشاركات ان شاء الله اليوم بالنسبه للوفد التونسي في كلمتين خلينا نستعرف احنا قداش عندنا حتى تو في الجدول العام في الترتيب العام، تونس في المركز العاشر عندنا 24 ميداليه، عندنا 5 ذهب، عندنا 7 فضه و12 برونز، الصداره تركيا بعد ايطاليا والجزائر، ان شاء الله تدعم اليوم الحصيله من خلال مشاركتنا اليوم في وهران 2022، نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط.